بعد من فضلكم ونبتدي عبادتنا بترنيمة رقم 50 في كتاب الترنيم، ترنيمة جديدة للرب رنمه، يا أرض دوما سبحي ربا يعظمه. ترنيمة رقم 50، خلونا نرنم هذه الترنيمة بفرح وإحنا بندخل إلى محضر الرب. بعض الكلمات اللي وردت في مزمور 33، مزمور 33 دعوة لأن نسبح، أن نهتف، أن نرنم، أن نعظم، أن نمجد هذا الإله العظيم القدير صاحب السلطان الذي له المجد في السماء وفي الأرض، ملك الملوك ورب الأرباب، الحمل الذي يرفع خطية العالم. مزمور 33، وأرجو أن احنا نقول كلمات هذا المزمور بصوت واحد مع بعض وإحنا بنتعبد من خلال قراءة الكلمة. خلونا من فضلكم كلنا نفتح الكتاب المقدس وكلنا نقرأ كلمات مزمور 33 بصوت واحد. بيقول المرنم: اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة، يحب البر والعدل، امتلأت الأرض من رحمة الرب، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها، يجمع كند أمواها اليم، يجعل اللجج في أهراء، لتخشى الرب كل الأرض
ومنه ليخف كل سكان المسكونة، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب. أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور. طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي. هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو. خلينا نحن قلوبنا ونترنم في قلوبنا لهذا الإله، نشكره، نعظم اسمه لأجل وجودنا في محضره. نشكر الرب لأجل الأسبوع اللي مضى بكل أحداثه، سواء الحلوة أو المرة. نشكر الرب لأجل كل بركاته، نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نشكر الرب لأجل المقدرة على المجيء لبيته. نشكر الرب لأجل أبواب بيته المفتوحة لينا، لأجل المائدة اللي بيعدها لنا في كل مرة نأتي إليه. نشكر الرب لأجل أسرنا، لأجل إخوة الجسد، ولأجل شركة الجسد في الكنيسة، إخوة الروح، إخوة الإيمان. نشكر الرب لأجل كل بركة روحية بيباركنا بيها، السلام والفرح، الطمأنينة، القداسة. خلونا نصلي أجل بلادنا، لأجل احتياجها في كل جوانبها. يا
أبونا السماوي، نحن نشكرك نباركك من كل القلب لأجل هذه الفرصة الجديدة التي رب تمتعنا فيها بأن نراك وأن نلمسك وأن نتعلم منك وأن نسجد عند قدميك. يا رب احنا بنشكرك من كل قلوبنا لأنك حي ولأنك إله أحياء وليس إله أموات. يا رب نشكرك من كل القلب لأجل كل مائدة روحية وبركة سماوية أنت رب أعددتها رب لنا في هذا الصباح. يا رب نشكرك لأجل كل ترنيمة تضعها على أفواهنا، ونشكرك لأجل كل كلمة تعليم تباركنا بها وتبني إيماننا الأقدس عليها. يا رب نشكرك لأجل شركة الجسد الواحد، نشكرك رب لأجل كنيستنا، نشكرك رب لأجل أسرنا، نشكرك رب لأجل الصحة، نشكرك رب لأجل الوجود في محضرك، نشكرك لأجل الأسبوع الماضي، نشكرك لأجل كل بركة رب باركتنا بيها، نشكرك لأجل غفران المسيح، نشكرك رب لأجل بلدنا، نشكرك لأجل كل ما تصنعه رب. نصلي رب بركة لكل فقرات عبادتنا في هذا الصباح، نصلي رب أن تفتح أذاننا وأذهاننا لنفهم ما يريد الروح أن يقوله لنا في اسم المسيح، آمين. تفضلوا. ترنيمة رقم 51، ترنيمة 51 بيقول فيها المرنم: ندخل قدس ربنا نقدم الحمد لديه، في زينة طاهرة نسجد عند قدميه. يا رب جد تكرما واحضر بدار عزتك، أشرق بمجدك البهي مباركا بنعمتك. نرنم هذه الترنيمة العدد الأول والثالث والرابع، 1 و3 و4 من ترنيمة 51: ندخل قدس ربنا. صفقوا يا جميع العالمين، اهتفوا لربكم بابتهاج فرحين. ترنيمة رقم 90، وهي مش موجودة على الشاشات فاحنا لازم نطلعها من كتاب الترنيم، هي نفس لحن ترنيمة معروفة لنا
من يصلي مؤمنا بيسوع لا يخيب. ترنيمة رقم 90 أنا رتل من هذه الترنيمة العدد الأول والثالث والرابع أيضا من ترنيمة رقم 90 بالأيادي صفقوا يا جميع العالمين. مزمور 33 في بداية المزمور بيقول اهتفوا أيها الصديقون بالرب. اهتفوا يعني مش نرنم كده هو زي ما بيقولوا بالعامية بر وعتب, مش بنرنم وإحنا متغصبين وإحنا حتى مش عايزين نعمل مجهود نطلع صوتنا. ده بيقول إيه؟ اهتفوا يعني اصرخوا. كلمة في العبرية صعقوا يعني إيه؟ يعني زعقوا. اهتفوا أيها الصديقون بالرب. خدوا بالكم إحنا بنعرف نصرخ في حالة واحدة لما بنبقى إيه؟ لما بنبقى محتاجين حاجة, لكن هو بيقول أنتم مش محتاجين حاجة, لكن رغم كده اهتفوا أيها الصديقون بالرب لأن هذا لائق به, هو يستحق هذا التسبيح. اهتفوا أيها الصديقون بالرب. بالأيادي صفقوا يا جميع العالمين رنموا لربكم بابتهاج هاتفين إنه الرب العلي قد سمع الإله يسكنون هم لدهر الدهور يفرحون لاسم رب الفداء يهتفون بسبحه مدى الأزمان. باسم رب الفداء يعملوا إيه؟ يهتفون يصرخون يرنمون بسبحه مدى الأزمان. ما أحيل ديار ربنا يا لشوقي إليها مسكنا لك قلبي يغني بالثنى والهتف سيدي المنان. أدعوكم إن احنا نقف ونرنم هذه الترنيمة رقم
134 ترنيمة رقم 134. خلونا نقف مع بعض ونرنم هذه الترنيمة بفرح. رنم هذه الكلمات عن هذا الإله في عدد 13، بيقول: من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض. بعدين يقول في عدد 15: المصور قلوبهم جميعاً، المنتبه إلى كل أعمالهم. المصور قلوبهم جميعا، خدوا بالكم، ركزوا في هذه الكلمات، المنتبه إلى كل أعمالهم. عارفين الإكس راي؟ هي دي الآية بتاعت الإكس راي في الكتاب المقدس. المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم، كل دوافعهم، كل أفكارهم. ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أنت يا رب تعرف، أنت الذي تعرف كل أسراري، أنت الذي تعلم كل خفيات قلبي، أنت الذي تمتحن كليتاي. عشان كده محتاجين إن احنا نأتي نقول: يا رب، إن حاولت أن أخفي نفسي عن كل الآخرين من حولي، لكني لا أستطيع أن أفعل هكذا معك. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني. محتاجين ناخد وقت نقول: يا رب، من فضلك، أنت مصور قلبي، مهما حاولت ما أقدرش أخفي نفسي عنك. كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي بيده أمرنا. قلوا: سامحني، طهرني، نقيني، اغسلني.
يا رب قد اختبرتني وعرفتني، يا رب انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. يا رب اجعلني أعود إلى نفسي وأقوم إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك. يا رب ساعدني أن أقرع على صدري قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي. كنا بالفعل اعترفنا بخطايانا، فكلمة الله بتؤكد لنا أن يسوع المسيح يغفر. يقول في مزمور 53 وهو غفر خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إذا كنا اعترفنا بخطايانا علينا أن نتأكد يقينا أن الله يغفر. تنيمة اللي جاية بيقول فيها في العدد الثاني أنت نهر سيدي يسمو مداه طهرا ذاتي وقدني للمياه عرفني العمق فيك واروني أيها القدوس يا رب الحياة. أيها القدوس يا رب الحياة مستحق أن تحنى لك الجباه. مزمور
هذه الكلمات: لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص بشدة قوته لا ينجي. بعد يقول طب فين الطريق للخلاص؟ هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. اختبار، اختبار كل واحد وواحدة فينا، انه في أوقات كتير كل الطرق اللي بنطرقها علشان نخلص، نخلص من ضيقة، نخلص من مرض، نخلص من ظلم، نخلص من اضطهاد، نخلص من أي أمر، ما بتنفعش، ما بتنفعش. وذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. التنيمة اللي جاي بتقول عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. الغالب على كل أحاديثنا وعلى اللي بيتكتب في الصحافة وعلى كل هواجسنا النهاردة هو قانون بناء، مفروض قانون بناء دور العبادة، لكن هو بيتقال عليه دلوقتي قانون بناء الكنائس. محتاجين إن احنا نصلي، محتاجين نقول يا رب مهما كانت ألعيب الذي يريد أن ينفث شرا، لكن أنت في العلا أقدر. أنت يا رب، إحنا القانون اللي جاي يا رب لن نأخذه من يد بشر، لكن إحنا يا رب هناخده من يدك أنت. مهما كان القانون ده هيبقى شكله إيه، إحنا هناخده منك أنت، لن نقبله من يد إنسان معنا أو علينا، لكن نقبله من يدك أنت، لأنك أنت تنظر وترى وتراقب وتجازي
وتنقذ من يد الشرير. خلينا من فضلكم ناخد وقت في الصلاة، من فضلكم كلنا نقول يا رب من فضلك لا تترك نفسك بلا شاهد في بلادنا. يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الرب معي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ يا رب بنضع هذا القانون ما بين إيديك، أنت الذي ترى وأنت الذي تعمل وأنت الذي تنقذ وأنت الذي تخلص وأنت الذي لك في الموت مخارج. هطلب من أخونا المهندس يسري الياس أنه يتقدم الكنيسة في أننا نصلي لأجل هذا الموضوع بصورة خاصة، موضوع قانون بناء الكنائس. ربنا الطيب كم نشكرك من أجل كل بركة أعطيتها لنا وأعطيتها لعبيدك على مدار الدهور والأزمنة. وإذ أذكر عبدك سليمان وهو يمجد شخصك في افتتاح الهيكل، يمجد بركة دامت وستدوم على كل إنسان يرتبط بك. كم نشكرك يا رب لأجل البيت المقدس الذي ضمنا جميعا. كم نشكرك لأن هذا البيت ليس مجرد طوب وحجارة، لكنه يا رب جسد مرتبط ينمو معا. مهما حاول عدو الخير أن يهدم في هذا البنيان فسيظل هذا الجسد مرتبط بك ويمجد شخصك يا رب. وإذ نضع أمامك يا رب هذا القانون، نثق أن إبليس مهما حاول وكما يقول الكتاب وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. كم نشكرك لأجل الكنيسة التي كانت وظلت وستظل للأبد سبب بركة لحياتنا ولحياة بلادنا ولحياة العالم أجمع. نضع يا رب قلوب الحكام بين إيديك وقلوب أصحاب القرار بين إيديك، ونحن نعلم إن مفيش حد صاحب قرار إلا أنت. لذلك رب نحن نأتي إليك رب القرار وصاحب القرار الأول لتعطي للعيون أن تنفتح والقلوب أن تتفتح فترى وجودك وقيادتك مهما حاول عدو الخير أن يقاوم. تمجد يا رب وأعطنا أن نؤكد باستمرار وجودك وأن نشهد عما صنعته في هذه الأيام في وسطنا في وسط الكنيسة.
بارك يا رب بقية عبادتنا لأجل خاطر الدم استجيب. آمين. أمر آخر صلي لأجله سريعا هو انتخابات شيوخ للكنيسة. وهذا الأمر مش عارف ليه بيهدد دايما الكنيسة. دايما سبب في أنه يسري روح غير مريحة في الكنيسة. لكن عشان كده عايزين نصلي نقول يا رب من فضلك احمي كنيستنا من أنه هذا الأمر يسبب أي اضطراب في الكنيسة. احنا يا رب عايزين بنصلي لأجل الشيوخ يخدموك، نصلي لأجل جسد واحد دائما متوحد وتملاء المحبة ويملاء السلام ويملاء الفرح ويملاء التفاهم ويملاء الغفران. خلونا من فضلكم نصلي لأجل انتخابات الشيوخ القادمة يوم 23 سبتمبر. نقول يا رب نحن نضع كل الأمر ما بين إيديك، نصلي إنك تختار أنت، نصلي رب أن تعين أنت. هطلب من أختنا رجاء الملاخ إن هي تطلب لأجل الكنيسة ولأجل انتخابات الشيوخ. يا ربنا وإلهنا بنشكرك يا رب لأجل كل ترتيبات عنايتك للإنسان يا رب، سواء مع نفسه مع أسرته مع كنيسته مع بلده. يا رب احنا بنثق ان كل الأمور هي بإيدك يا رب، زي ما طلبنا من أجل بلدنا من أجل قوانين بلدنا، بنطلب من أجل جوه الكنيسة يا رب اللي هي الملح اللي انت عايزه للبلد، النور للبلد. يا رب بنشتاق يا رب انك توحد قلبنا ناحيتك انت. يا رب نشكرك من أجل نظام الكنيسة، من أجل المسؤولين في الكنيسة اللي بيشيلوا المهام المختلفة علشان نقدر كلنا نتفرغ للعبادة. يا رب بطلب من أجل الشيوخ الجدد والشيوخ السابقين أنك تعطي نعمة خاصة من عندك للي فاتوا وللي جايين في قيادة حكيمة لكنيستنا. يا رب بطلب يا رب أنك تعطينا إحنا كشعب الحكمة والاستنارة، وأنه نسيب قيادة روحك القدس لينا، لأنه المهام دي يا رب مسؤولية صعبة، ما هيش امتياز، ما هيش بتدي الإنسان غير أنه يحقق اللي أنت عايزه منه. يا رب خلينا نفهم معنى المسؤولية، خلينا نفهم معنى هيكل الكنس يا رب صح، عشان نقدر يا رب نفكر الوقت اللي جاي ونصلي ونتكلم ونقترح وننتخب بناء على إرشاد روحك القدس. يا رب من فضلك زي ما كان أسيس بيقودنا، أي يا رب أفكار ممكن أو أشخاص ممكن تدوس بيننا يا رب روح مش حلوة، يا رب أنت أقدر أنك تدي الحكمة، أنت جوه كنيستك يا رب تقدر تتعامل مع القلوب وتتعامل مع الأشخاص، تعطي فهم يا رب، تعطي يا رب استنارة بروحك القدس أنه الأمر هو أولا وأخيرا من أجل شخصك. يا رب إحنا بنصلي من أجل أنه تعطينا يا رب جوانا الروح الحلوة، تدينا يا رب ما يبقاش روح تنافس ولا روح تحسب إطلاقا. يا رب من فضلك كل ده من إبليس، إحنا ننظر إليك وحدك وبنطلب مشورتك وبنطلب إرادتك أنت في وسطينا يا رب. آمين. من أجل اسمك يا رب. آمين. آمين آمين. خلونا نستمتع دلوقتي بترنيمة مع فريق الترنيم، وبعدين نستمع لكلمة الله مع الفاضل القسيس جون. Thank you.
صلي ربنا يبارك القسيس يوسف في مواهبه المتعددة سواء في الوعظ أو في الترنيم. ربنا يبارك حياته. بنشكر فريق الترنيم. خلينا مع بعض نكون بنطلع من إنجيل يوحنا أصحاح 7. وهنقرأ بداية من عدد 14 لنهاية عدد 24. إنجيل يوحنا أصحاح 7 من عدد 14 لنهاية عدد 24. يقول الكتاب: ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس
وليس أحد منكم يعمل الناموس، لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ أجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال لهم: عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا، لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لألا ينقض ناموس موسى. أفتستخططون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل أحكموا حكما عادلا. يبارك إلهنا قراءة هذه الأعداد المقدسة لنفسنا. الحقيقة من النص الكتابي اللي قريناه دلوقتي واللي هلخص مضمونه في العدد الأخير: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. عشان كده هقدر احط عنوان لتأمل النهاردة: الحكم حسب الظاهر. الحكم حسب الظاهر. في الجزء ده بيتكلم عن يسوع والحوار اللي بينه وبين الجمع، واللي فيه هم بيطلبوا انه يقتلوه لانه شفى واحد يوم السبت، بالرغم ان هم بيسمحوا انه يختنوا الشخص يوم السبت. وهو عايز يقول لهم: اذا كنتم انتم بتكسروا الناموس انكم تختنوا واحد يوم السبت، والرب بيرى انه الختان ده عمل، فازاي بتلموني انا وانا بأبرئ واشفي شخص كامل يوم السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا بالإيه؟ بالعدل. هو عايز يقول لهم انه انتم الناموس بتاعكم بتمشوا بيه بحسب الحرف، وزي ما بنعرف الكتاب بيقول لنا ان الحرف يقتل لكن الروح يبني. هو بيطبق ناموس الرحمة، لكن هم عايزين يطبقوا الناموس الحرفي كما هو، بعيد عن الرحمة بعيد عن الحب. وجات هذه الكلمات: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. وأنا أفتكر يا أحبائي أنه كتير مننا بيحكم وهو في العهد الجديد بحسب الظاهر، لا يتعامل مع الروح، لا يتعامل مع رحمة ومبادئ وتعليم الكتاب التي تحمل الحب والرحمة والإحسان، لكن يتعامل بالحرف ويحكم بالظاهر، لا يرى المضمون لكن يرى الأشياء الخارجية. وده الأمر اللي أنا عايز أركز فيه النهاردة مع حضراتكم، إن إحنا نطلع بمبدأ كتابي يريد أن يعلمنا الوحي المقدس أن نعيش بحسب المضمون. إحنا دايما بننظر لبعض للظاهر وبنحكم على بعض حسب الظاهر، والنهاردة الرب يسوع بيعلمنا مبدأ يجب أن نعيش به. وأنا بشوف إنه من الحاجات اللي بتشرك وبتبهدل علاقتنا مع بعض، سواء في البيت أو في العمل أو مع الجيران أو داخل الكنيسة أو أي مكان نتعامل فيه، هو أننا نحكم على بعض بحسب الظاهر. وهنا الجمع حكموا على يسوع بحسب الظاهر، وليس ولم يروا مضمون الرحمة في أنه يشفي إنسان. عشان كده واحد عرف وقال أن الحكم بالظاهر في مضمونه هو الإدانة للآخر، إنك تحكم عليه بحسب مظهره فتنتقده بحسب المظهر اللي أنت شايفه قدامك، لكن لا تعلم الدواخل. فكان في تعريف والحقيقة لفت نظري، وأنا أحب إنه حضراتكم تلتفتوا إليه. واحد قال إن الإدانة هي الحكم على الآخرين من خلال سلوكيتهم، السلوك بتاعهم الخارجي، وغض البصر عن
دوافعهم. هو بيحكم على الظاهر، شكله، طريقة كلامه، أفعاله الخارجية، لكن لا يعلم ولا يريد أن يبذل مجهود ليعرف جوهر هذا الإنسان. من ناحية تانية، حد قال إنه الغفران، خدوا بالكم الكلمات، الغفران هو التماس العذر للدوافع وغض البصر عن السلوكيات، عكس بعض. وإحنا يا إما نكون بنتعامل مع بعض بحسب الظاهر وملناش دعوة الداخل فيه إيه، أو نكون بنتعامل بالدوافع ونلتمس العذر ولا ننظر إلى الظواهر. الحقيقة إحنا كتير من الأوقات بنحكم على شخص بحسب الإشاعات اللي إحنا بنسمعها عنه، بحسب طريقة تصرفاته. كتير من الأوقات بنحكم على شخص بحسب عواطفنا وطريقة تربيتنا والخلفيات اللي كبرنا عليها. عشان كده المجموعة دي اللي جات للرب يسوع حكمت عليه لأنها شافت الظاهر وما حاولتش تشوف الداخل. الهدف اللي الرب من أجله كثر السبت إنه أبرأ شخص، شفى شخص يوم السبت. كتير من الأوقات إحنا بنحكم على بعض بدون ما نسمع بعض، وده اللي الرب يسوع عمله. عايز أقول لهم أنتوا عرفتوا مضمون اللي أنا بقدمه. إحنا ليه كتير من الأوقات بنحكم من غير ما نكون بنسمع بعض؟ في آيات الحقيقة أحب أشارك حضراتكم بيها. يوحنا 51:7 يقول: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل. مش بقول لكم الحاجات اللي بتشرك علاقتنا مع بعض. احنا دايما ننظر إلى الظاهر لكن لا ننظر إلى الباطن. مش قادرين نسمع بعض. احنا في زمن دلوقتي مش قادرين نسمع بعض. متى 22:5 يقول: وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا. عارفين باطلا يعني؟ باطلا يعني أنك أنت تتعصب وتتعنف وتبقى عندك ال- 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 الغل جواك من غير ما تكون بتسمعه وتفهمه وتتعامل معه. من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. فلو علمتم ما هو إني أريد، رحمة لا ذبيحة، لما حكمتم على الأبرياء؟ أنا عايز أوصل حضراتكم جوهر الكتاب المقدس، إن إحنا الله يتعامل مع القلوب، والكتاب يقول كده: الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. قد إيه قعدنا مع الرب كتير وقد إيه سمعنا، لكن مفيش مرة حاولنا نتعامل ونتفهم النيات أكتر من الظواهر. يا ما حكمنا على ناس من مظاهرهم، ويا ما حكمنا على ناس من مجرد تصرف، ويا ما حكمنا على ناس لأننا نختلف معاهم في الرأي والفكر. هل يا ترى احنا بنتعامل مع مشاعر الناس؟ هل ننتقد افعالهم وتصرفاتهم دايما؟ هل نحن نستقبح اعمالهم كما نراها باعيننا وليس كما نراها بروح وتعاليم ومبادئ الكتاب؟ هل يا ترى احنا بنحتفظ بالمشاعر دي جوانا ولا مجال ان احنا نغيرها؟ في مقولة دايما بتتقال انه
المشاعر أو العلاقات أو الانطباعات الأولى تدوم. الحقيقة من أخطر ما يكون إن إحنا نعيش بهذا المفهوم، الانطباعات الأولى تدوم. تشوف حد تتعامل معاه من أول مرة ما عجبكش، ما ارتحتش ليه، ما دخلش قلبك، يظل قلبك مقفول عليه العمر كله. بس خلي بالك، وأنا خلي بالي معكم، إنه الانطباعات الأولى تدوم، إنها أحياناً كتير محتاجة إنك تبذل مجهود إنك تكون مؤثر ومغير في اللي قدامك. خد بالك أنت ما بتتكلمش على انطباعات اللي أنت بتشوفه، لكن خد بالك كمان وركز على انطباعات الآخرين عليك وعليا. ما ينفعش نعيش بهذا المفهوم، إنه اللي بيشكل حياتنا الانطباعات الأولى تشكل تفكيرنا تجاه الشخص. ومن أخطر الأمور اللي بتخلي الحكم بالظاهر على الآخرين إنها دائما ترتبط بالحواس، بالعين أو بالسمع. الحواس الحسية، أنت ممكن تشوف بعينك وتحكم، وممكن تسمع بودانك وتحكم، لكن لا تعلم دوافع ودواخل الشخص. والحقيقة احنا كتير من الأوقات اللي بيمتعنا في قعدتنا مع بعض ان احنا نسمع. في شهوة. فكر كده وانت قاعد في السفرية بتاعتك وانت رايح تصيف، انت بتحبش تروح لوحدك، انت تحب يكون حد معاك، وده الطبيعي، دي طبيعه الانسان. بس خد بالك ان الوقت بيعدي والوقت يبقى ممتع لما نقعد نعمل ايه؟ نتكلم ونقيم، ينقيم بعض ينقيم الاخرين. ومن خلال ايه؟ من خلال السمع. يجي يقول لك انا سمعت ان فلان بيقولوا عنه كذا، انا سمعت ان فلانه دي عملت كذا، انا شفت. واللي بيقيم علاقتنا بالآخرين هو الرؤية والسمع. في مثل بالبلد يقول لك تعرف فلان؟ تقول له آه. يقول لك عشرته؟ تقول له لا. يقول لك إيه؟ يبقى ما تعرفوش. الحقيقة احنا بنطبق أمثلة كتير في حياتنا، لكننا بنعيش مش قادرين نعيشها. قبل ما تحكم بالظاهر اعمل إيه؟ اعرف، قرب. ولو مش قادر تقرب وتعرف عن عمق وعن قرب لا تحكم، لا تحكم حسب الظاهر، بل احكمه حكما عادلا. حاجة مهمة جدا وانت بتتكلم على الحكم بالظاهر، خد بالك الحكم في أساسه، الإدانة في أساسها، ده حق من حقوق الله وحده، لم يعطيها لأي بشر ولا حتى للملائكة. إزاي بدل نفسي وتدي لنفسك الحق إنك تحكم بحسب الظاهر وتختصب حق من حقوق الله المهمة؟ في أسباب كتير بتخلينا نحكم بالظاهر. كبرياء النفس، عندنا شيء من الكبرياء ونريد أن نرى الناس أصغر من إن هم يقيمون. قلة المحبة، القلب الخالي من الحب دائما يحكم حسب الظاهر ويدين ويفتش عن الأخطاء. عشان كده لما بتكلم عن المحبة في كورنثوس الأولى 13، المحبة لا تظن السوء وتحتمل كل شيء. قال عنها الحكيم في أمثال 12:10، تستر كل الذنوب المحبة. من الحاجات اللي بتخلينا نحكم حسب الظاهر قلة المعرفة. احنا ما بنعرفش ولا بنحاول نعرف، نحكم بالخارج لكن لا نعلم الدواخل. من الأمور المهمة اللي بتخلينا نحكم بالظاهر
وفيها نوع من الإدانة، إن إحنا بننسى إننا كلنا في الموازين إلى فوق. أنت إحنا بننسى خطايانا، أو يمكن بنقيم خطايانا إنها أقل من خطايا الآخرين بحسب العادات والتقاليد اللي كبرنا عليها. بمعنى نكذب مفيش مشكلة، لكن نقتل ده سفاح، مع أن الكتاب يعلن أن كل الناموس اللي يخطئ في واحدة فقد أخطأ في الكل. اسمعوا الكلمات في يعقوب 2:10: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. ليه إحنا بنحكم بحسب مفهومنا إحنا الشخصي؟ ما نحكم حسب الكتاب. وخد بالك، اللي بيخطئ في واحدة فقد أخطأ في الكل. إذا أنت واخد بالك من الحتة دي، أنت تقييمك وعلاقاتك ونظرتك وحكمك هيختلف تماما. أنت محتاج تعلم هذه الكلمات. مفيش حد فينا كامل. حاجة تانية، احنا ليه بنحكم حسب الظاهر واحنا لا نعرف نهاية هؤلاء؟ اتكلم بصورة ادق واعمق، احنا ليه بنحكم بالموت والهلاك على اشخاص هيجي وقت، وممكن يجي الوقت اللي قبل ما تكون حياتهم بتنتهي على الارض يكون ليهم اختبار مع المسيح؟ لا تحكم على احد بحسب الظاهر ولا بحسب الوقت. عشان كده الايه الشهيره اللي في كورنثوس الاولى 4:5 تقول كده هذه الكلمات: اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. ياريت نقدر نكون قادرين نعيش الحاجة دي. طب أنا عايز أتخلص من الحكم اللي بالظاهر والإدانة على الناس. بعض الحاجات وبعض الحاجات أنا بشوف عملية محتاجين ناخدها في حياتنا اليومية، مش هتكلم على مثليات. هل فكرت من الأوقات وإنت بتشوف الناس بتحكم على الآخرين بحسب الظاهر إنك تغير مجريات الحديث؟ أقول لكم الصراحة، إحنا بنستمتع وبنجاري الحديث. مشكلتنا إن إحنا دايماً بنشوف السلبيات في حياة الناس وليس الإيجابيات. أنا قلتها قبل كده يمكن مرارا وهقولها: الخبر السيء سريع الانتشار، والخبر الطيب محدود الانتشار. فكر كده، لما تسمع خبر سيء عن حد تشتاق إنك تعلنه وتوصله، ولما تسمع خبر طيب عن حد بتعمل إيه؟ بتبلعه وانت متمرر وانت متضايق. هل دي طبيعة أولاد الله؟ الأمر محتاج ان احنا ناخد بالنا كويس. افتكر ان الله ستر خطاياك وخطاياي، ولا احنا عندنا أنانية نحب الله يغفر لنا ويستر عيوبنا ويداري ويخلص، لكن احنا مش قادرين نمارس ده مع الآخرين. كالعادة نحب ناخد ولا نعطي. حتى في الغفران نريد ان الله يغفر خطايانا ويستر عيوبنا، ونحن لا نريد ان نفعل هذا مع الآخرين. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، من الحاجات اللي بتحكمك وتخليك تقدر وتساعدك انك لا تحكم بالظاهر واللي فيه مضمون الإدانة،
انك تتعلم انك تصمت وانك تسمع، بس تسمع الكلام اللي يبني مش تسمع الكلام اللي بيهدم. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما الضابط شفتيه فعاقل. عشان كده داود قال هذه الكلمات: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتاي. في امر مهم جدا يساعدنا ان احنا نتخلص من الحكم بالظاهر على الاخرين ومن ادانتنا لتقييم الناس. وانا افتكر ان الدكتور ماهر موجود في معانا، واعتقد انه اتمنى ان اكون هوصل المعلومه اللي يكون راضي عنها. وانا بدرس الامر فكرني بانه في حاجه مهمه احنا بننساها، في حاجه اسمها اللاوعي في حياه كل واحد فينا. واللاوعي، وانا الحقيقه عايز اقولها بـ 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 بالكلمات اللي قدامي عشان ما اكونش باخطئ في حاجه، يقول لك هو المخزون الذي يتلقى كل خبره يمر بها الانسان، وكل موقف يجتازه، وكل معامله يلقاها، والتربيه اللي كبر عليها. واحد هيقول لي طب وده ايه دخله في الموضوع؟ عايز اقول انك لما تعرف ان كل واحد فينا عنده اللاوعي اللي بيتخزن فيه كل الحاجات دي اللي بتشكل رؤيته وطريقه تعامله مع الناس، هتعرف ازاي تلتمس العذر للاخرين. بمعنى ممكن يكون في شخص عدواني وبيتعامل معاك بعنف، ممكن يكون ده نتيجة تربية لأنه كان الأب قاسي جدا وده أثر في حياته، يمكن لأنه كبر في جو من العنف وده أثر فيه. التمس ليه العذر، وإنت كمؤمن لازم تعرف إنه خلف كل تصرف هناك تاريخ من اللاوعي، وخلف كل موقف هناك عقدة، عقدة في حياته بتدفعه انه يفعل ذلك. التمس العذر. ليه احنا مش قادرين نلتمس الاعذار لبعض؟ ليه احنا مش قادرين ناخد بالنا انه في ناس بتتصرف في امور معينة غصب عنها؟ لكن في المقابل لو انت شايف نفسك وانا شايف نفسي ان عندي حتة اللاوعي دي كبيرة قوي في حياتي، مأثرة في علاقتي مع الناس، بتبهدلني وسطيهم، انت محتاج انك تعمل ايه؟ انك تشتغل عليها، وانك تصلي لاجلها، وان ربنا يستخدمك انك تكون سبب بركة مش سبب لعنة وتعب وقلق للي حواليك. عشان كده لما ندرك انه في اللاوعي اللي بيشكل حياتنا وبيأثر في علاقتنا مع الناس، هنفتكر معاملات الرب يسوع وهو بيتعامل مع الخطاة يلتمس ليهم العذر. فاكرين المرأة السامرية؟ ست سيئة بكل المقاييس، بشعة، عندها فجر، عملت كل حاجة لا تتفق مع مبادئ وقيم المجتمع، لكن كانت معاملة الرب يسوع ليها معاملة مختلفة، لأنه يعلم أن جواها مخزون من اللاوعي دفعها أنها تعمل كده. وده دور الروح القدس، أنه ينير دواخلنا فيكشف لينا عن اللاوعي اللي بيخلينا نتصرف من غير ما ندرك إحنا بنعمل إيه. وقتها يمكن بنندم، أقول أنا عملت كده إزاي؟ لكن الأمر الوحيد اللي يقدر يخفيك من اللاوعي المخزون اللي جواك هو أنك تيجي تقعد أمام الله تطلب قيادة وسلطان الروح القدس في حياتك ينير ليك، وأنك تقعد معاه كتير فيكشف ليك عن دواخلك. عشان كده واحنا بنخدم في المناطق اللي ربنا بيستخدمنا فيها، المناطق اللي فيها الفقر والمرض وفيها احتياجات كتير، احنا مش بنتعامل معاهم انهم حد عادي
فإنه مجرد ما نكلمه عن المسيح يتغير في يوم وليلة. الأمر محتاج مثابرة، الأمر محتاج إنك ترى اللاوعي اللي جواه، المخزون اللي أثر فيه من التعليم، قلة التعليم وقلة الصحة وقلة الإمكانيات والظروف الاجتماعية الصعبة. الأمر مش مجرد إنك تروح تقدم له الخدمة وتنتظر إنه يتغير، الأمر محتاج إنك تعيش معاه وتبذل مجهود عشان يكون بينتقل ويشفى من الحياة اللي شكلت فيه ومن المخزون اللي هلهل حياته وفكره وطبعه وطريقة معيشته. الحكم بالمظاهر الخارجية، عشان كده محتاجين احنا لا نحكم على الآخرين بالمظاهر. آخر حاجة هختم بيها مع حضراتكم، في حاجات محتاجين نتعلم منها وتساعدنا بطريقة عملية إزاي لا نحكم بالظاهر بل نحكم حكما عادلا. أول حاجة، اوعى تقيم شخص او تصدر حكم حتى ان كان ليك الحق انك تصدر الحكم وانت في حالة غضب. يقول كده يعقوب 1:20، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. الانسان في غضبه بيرتكب حماقات رهيبة بتدمره وتدمر علاقاته مع الناس. عايز افكركم بموقف كتاب مقدس يحكي لنا دور الغضب في حياتنا. فاكرين نسان وداود؟ نسان راح لداود وقال له، بيحكي له ان هو زنى وفعل شر عظيم مع بتشبع، وانه قتل زوجها اوريا، وقال له انه كمان عايز اقول لك انه في واحد غني عنده غنم مرضيش ياخد غنمة من أغنامه الكتير، وخد غنمة واحد فقير، الغنمة دي بتاعته لوحده عشان يقدمها. عمل ايه داود؟ انفعل وغضب وقال ايه؟ فحمي غضب داود، صموئيل 2:12، على الرجل جدا، حمي غضب داود على الرجل، مش على الرجل، مش على نسان، على الرجل اللي ايه؟ اللي عمل كده، اللي بيحكي له عنه نسان. وقال لنسان: حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك. وهو في قمة الغضب كانت النتيجة ايه؟ انه حكم على مين؟ حكم على نفسه. ليه بنصدر احكام واحنا في غضب؟ امر ثاني، ما تصدرش احكام وانت تحت تأثير العاطفة وانت في النشوة. احنا كتير من الاوقات نقعد في الكنيسة والاجتماع يبقى، اقول باللغة البلدي، مولع، وتاخدك العاطفة وتاخد قرارات تخرج من الاجتماع تطفي القرارات. عشان كده اقل قيمة او اقل قيمة في قراراتنا ممكن ناخدها هي اللي بناخدها تحت تأثير العاطفة. كتير قوي ان احنا بنتأثر ببكاء الآخرين، بإثارة المشاعر، بالكلمات الحلوة، وناخد القرار ونندم عليه. لا تحكم حسب الظاهر وانت تحت العاطفة. حاجتين عايز اختم بيهم واحنا داخلين على انتخابات الشيوخ، وانا بقولها صراحة صراحة عشان محدش يفهم ويقول هو يقصد الأسيس دي ولا دي، لا أنا بقصدها. حاجة من الحاجات، لا تصدر حكم لإرضاء الناس، ما تحكمش بالظاهر على حاجة عشان ترضي حد. غلطية 1:10 يقول كده، خدوا بالكم الكلمات: أفستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. كم مرة أصدرنا قرارات وحكمنا حسب الظاهر إرضاء
للناس بالرغم أنها لا تتفق مع كلمة الله ومشيئته، لكن عشان أرض الناس أصدر حكم، لا تحكم حسب الظاهر. أمر الثاني، ما تصدرش حكم لأنك متأثر بالأغلبية. خروج 23:2، والحقيقة الكتاب واضح، يعني أنا مش هفتي، يقول كده: لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، مش لأن كل الناس بتعملها فأنا هعملها، ولأن الموجة واخدانا فأنا ماشي مع الموجة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء كثيرين للتحريف. عشان كده علم النفس يأكد أن في العقل الفردي اللي يدي لك الاستقلالية، تفكر بحسب ما تريد وبحسب ما يتفق مع كلمة الله، أو يكون عندك العقلية الجماعية اللي دايما ماشي مع الجميع وماشي مع الجماعة. أخيرا يا أحبائي، أوعى تصدر حكم بالظاهر قبل ما تقعد مع ربنا وتسأله. حاجة اللي قدامنا في كتاب مقدس، فاكرين يشوع لما جالوا سكان جيعون وقالوا له ان احنا من حتة بعيدة واحنا اتبهدلنا واتمررنا. الحقيقة انا احب اقرا لكم النص الكتابي ده وتشوفوا قد ايه قوة ان احنا دايما قبل ما نكون بناخد القرار ونصدر الحكم ان احنا ناخد رأي الرب. يقول كده في يشوع 9 ومن عدد 13-16، لو كانت تطلع على الشاشة يبقى كويس عشان نكون نقدر بنتابع كويس قوي. يشوع 9 ومن عدد 13 بيقول كده: فأخذ الرجال من ذادهم ومن فم الرب لم يسألوا، وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدة هو ذا قد تشققت. هم بيقولوا له، المجموعة دي راحت ليشوع بتقول له احنا تعبانين واحنا الزقاق بتاعنا فضيت وتشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا، اقطع معانا عهد يا يشوع. فأخذ الرجال من ذادهم ومن فم الرب لم يسألوا، فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية 3 أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا أنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم. هو لو كان سأل الرب ما كانش عمل كده. وانت قبل ما تكون بتحكم في أمر، أيا كان الأمر، في بيتك، في شغلك، في علاقاتك، انت محتاج وأنا محتاج إن نقعد مع الرب ونسأله. لا تحكموا حسب الظاهر، بل احكموا حكما عادلا. خلونا نصلي. افتكر كم مرة وانت بتحكم حسب الظاهر، وانت بتدين حسب المكشوف، ولا تعلم الدواخل ولا القلوب ولا الأهداف ولا النيات، وكانت النتيجة انك تعبت مع الآخرين، العلاقة تشركت، فقدت سلامك، فقدت راحة بالك، فقدت استمتاعك برضا الله عليك. لا تحكم حسب الظاهر. قل له: رب ساعدني، قويني، أنا ياما اللي بيشكل حياتي عيني ووداني، لكن قلبي بعيد عنك.
قول له رب خلي كلمتك تكون في داخلي عشان هي اللي تديني اني ادرك واميز واعيش. واحنا في روح الصلاة هطلب من اختنا ناهد سعد انها تكون بتنوب عننا تطلب تأكيد روح الله على كلمته اللي ادها لنا النهاردة. أبونا السماوي نشكرك يا رب من أجل كل كلمة بنيجي نتعلمها. أشكرك يا رب أنك أنت بتدينا نور في الطريق وحكمة، الحكمة اللي هي مخافة اسمك. يا رب اجعل طريقتنا في الحياة وإسلوبنا في الحياة ألا ندين الآخرين لألا ندان بنفس الدينونة. يا رب ادينا أن احنا نعيش بأمانة ونعيش تحت ضوء الروح القدس حتى نرى عيوبنا ونعرف ان كلنا خطاة وكلنا غفرت لنا خطايانا، حتى نستطيع يا رب ان احنا نغفر للآخرين ضعفاتهم. اجعلنا يا رب نرى ضعفات الناس على انهم محتاجين ان احنا نقف جنبهم ونساندهم كما فعلت معانا يا رب وقوتنا. يا سيد ادينا روح الرأفة والرحمة للآخرين، ادينا يا رب نتحنن على الناس كما كنت تفعل وانت على الأرض. ادينا يا رب ان احنا نفهم ان كل واحد فينا عنده مصاعب ومشاكل وهموم بيحيا بيها، عشان كده يا رب لازم نكون واعيين لانه الانسان اللي بيخطئ في حقنا أو في حق الآخرين هو متعب وضعيف وتعبان. يا رب ما تديناش البعد الروحي الوحيد اللي احنا نعيش بيه نتمسك بالدين وممارسات الدين، لكن ادينا نعيش الحياة كما عشتها أنت في روح المساعدة والمساندة للآخرين. نطبق اللي تعلمناه يا رب لكن ما نتمسكش في قوانين وطقوس ونفتكر ان احنا هندخل السماء بيها، لكن اجعلنا نعيش نقول نصنع خير كما كنت أنت. ادينا نتبع مثالك يا رب لأنه أعظم مثال للبشرية كلها. عمرك يا رب ما أدنت الزانية أو السارق أو اللص، لكن دايماً كنت بتدي الفرصة التانية ودايماً كنت بتدي الرحمة والرأفة قبل ما تطلب الذبيحة. في اسمك يا يسوع، في اسمك بنطلب القوة إن احنا نكمل في الطريق تحت اسمك وتحت حكمتك، ونقول نصنع خير، ونقول ننشر وعدك الأمين إنه إن اعترفنا بخطايانا فأنت أمين وعادل تغفر لنا وتطهرنا من كل اسم. اجعلنا يا رب نعرف ونثق في قوة اسمك وفي قوة روحك إنها تخلينا نعدي كل المشاكل ونعدي كل الضعفات ونعدي كل الاضطهادات ونعدي كل شيء هيجي قدامنا، كل العقبات يا رب، لأننا بنحتمي في اسمك. لأجل اسم المسيح اسمع واستجب. أمين أمين أمين. نشكر ربنا جدا لأجل كلمته الواضحة العملية لينا اللي فعلا بتلمس أمور يومية احنا بنعيشها في حياتنا. بصلي بركة ونعمة للأسيس جون في أسرته وفي خدمته. خلونا الآن نعبد الرب تقديم عطايانا. أثناء تقديم العطاء أشارك حضراتكم ببعض الإعلانات السريعة. أفكر حضراتكم بوجود استمارة الترشيح للانتخابات الشيوخ، وآخر معاد لإرجاع الاستمارة هيكون يوم 9 سبتمبر، الجمعة 9 سبتمبر، استعداداً لإجراء الانتخابات يوم الجمعة 23 سبتمبر هنا في الكنيسة. مهم قوي أفكر حضراتكم إنه أي حد بيرشح أي اسم إنه لازم يكون واخد إذن الشخص ده، مكلمه ويقوله إن أنا هنزل اسمك في الترشيحات، لأن وصلت لنا أسماء
أصحابها ما كانوش عندهم علم إن هم ترشحوا من فضلكم، من فضلكم، لأنه كده كده إحنا بعد كده هو هنرجع تاني للمرشحين وهنسألهم أنتوا حد كلمكم؟ لو ما كانش حد كلمهم هنشيل اسم المرشح ده. أوكي؟ فمن فضلكم اهتموا بالتفصيلة دي، أنه قبل ما أي حد يكتب أي اسم لازم يكون مستأذن الشخص اللي هو هيرشحه ده. أوكي؟ اجتماع الصلاة كل يوم ثلاث من الساعة 7 إلى 9 بالدور الأول في المبنى الإداري. بنفكركم بمؤتمر الكنيسة السنوي يوم الجمعة 30 سبتمبر إلى الأحد 2 أكتوبر في بيت السلام في العجمي. الأماكن ابتدت تتاخد، وأنا نفسي أنه اجتماع الأحد صباحا يكون ممثل بقوة، مش تمثيل مشرف زي اللي بيعملوه في الأولمبياد، لا، يكون اجتماع الأحد صباحا ممثل بقوة في مؤتمر الكنيسة. ده مؤتمر لكل الكنيسة، عايزين كل الكنيسة تتحد مع بعض في العبادة، في أنها تسمع كلمة ربنا، في أن يصلوا مع بعض، أن هم يعودوا يتشاركوا مع بعض. من فضلكم اهتموا، نفسي أكبر عدد مننا يكون موجود في مؤتمر الكنيسة. أرحب بأحباء لينا موجودين في وسطينا وكانوا غايبين وقت عننا. أرحب ميرفت نصيف، ميرفت شكري إلياس، موجودة بقالها وقت طويل مسافرة مهاجرين، هي موجودة في أجازة، بنقول لها الحمد لله على السلامة يا ميرفت، فعلا مبسوطين أن تكوني في وسطينا. برحب بمدام سلوى أخنوخ، كانت مسافرة لوقت طويل وهي موجودة النهاردة. برحب بأخونا سامح سؤلي، كان برضو مسافر لوقت طويل وهو موجود معنا النهاردة. خلينا نشكر الرب على عطاياه، نشكرك، نباركك، نعظمك من كل القلب، لأنك تعطي بسخاء ولا تعير. أنت إله الغنى، أنت الإله الذي تفتح يدك فتشبع وتغمر كل عبيدك بعطاياك وبجودك وبإحساناتك. نصلي أن تقبل عطايانا، وأعطنا أن نعطي بسرور ونعطي بفرح، وأعطنا أن نستخدم هذه الأموال بأمانة لكي يا رب نشترك معك في بناء الملكوت، في اسم المسيح، آمين. ما أعظم الحب السني من خالق لم ينسني، صار الشريف كالدني مفتقرا وهو الغني. في عدد 3 من هذه الترنيمة، لا كبرياء لا حسد لا ظن سوء في أحد، بل بركات ومدد في الحب ما طال الأمد. 413 يرنم العدد الأول والثالث والرابع من هذه الترنيمة. أدعو فريق الترنيمة هو يكون موجود معنا. 413 1 و3 و4 بعد الاستماع للموسيقى نقف معا للترنيم. Oh.
بصبر واهتمام الحب إكليل الجمال فضل ومجد لا يزال يا من سمعت منددا يا من أخذتم الهدى يا من قبلتم الفدا حبك ما أحببتم ردوا على الآب الصدى أعطوا كما أعطيتم. يا ابن نشكرك لأنك في كل حين تسمعنا عندما ندعو قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.